أهلا بكم في مقطع جديد من لعبة ديستني 2. اليوم إن شاء الله بنروح نكمل الكويست اللي خدناه من سنة 14 اللي كان برست، ويباك تروح تذبح سايونس أو كم واحد تقريبا، مش واحد على حسب ما أنا شايف. أنا هنا فهم مكانهم في الساندايل، لكن لو أشرت على الكويست تلاقيه موجود في الساندايل. خلينا نلعب ونروح نشوف ايش حيصير معنا. Guardian, time has been split open by the Red Legion. Move quickly and root out these interlopers before their plans reach permanence. الله يرحم، هذا مات من بدري. على مين تلعب يا دولي؟ خلاص كده نظفنا، حين نشوف كيف عاد. هل على طول حيدخلونا نذبح دول السايونز، ولا نقعد نمشي كأننا يعني رايحين للبوس، ولا كيف يبين؟ لا لا اعتقد شكلها نفس الموضوع. توقعت يودونا المنطقة حقت البوس مباشرة. لكم علم، عيش حياتكم. A traveler has hidden itself in this climate. I believe the Cabal wish to find it. The blades here are a link to the Vex network, and the Red Legion will try to access the secrets within. That is, if you do not stop. أنا قاعد ألعب بالبايجنز، خليني أشوفهم بالإيرينتي سريع سريع. هذا نوقفه كده بالميلي. انه ما ليش حنتهم بسرعه، حاطه المود اللي يوقف الصايون لما تديهم، توقف هذول اللي يدرعم عليك يعطيهم ميل. بس لو خفت الزحمه انا بوريكم. تركب في الصدر، شايفينه هذا المربع اللي هنا، تلاقوه في الارتفاكت. يا معصب يا ابوي موت. شكله نفس الشيء، يمكن لما نروح ناحية البوس النهائي نلاقي الساينز ده. خليني بروح هنا. Under the cabal, what would become of us? Would they destroy us? Or conquer and keep us as they did to the Sire so long ago. غريبة، ليش ما فكت الباب؟ شكله الحين في شيء جديد. أوه شوف، في شيء جديد صاير. حتى المنطقة شوف جديدة. أعتقد هنا. Crush this flare and break the Legion's hold. أوه شوفهم ثلاثة. Collapse this existence. والله صار راحة كبير هذا. تقفل. ليه قفل؟ سؤال عن التليبورت. هذا ما تعرف. اوه 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 والله الهيلث يا راجل حقه شيء اسطوري. هو يودينا عند اماكن، هو ده الرئيس، بس انه يودينا مكان ثاني. كان ماني شايف السايون هذا اللي مقفل، فهم؟
اوه كمان اكفضت وارمي نار عليك ابوي. جد هذا مشكلة، ماني عارف فين الصايون. قفل انا فكوه الشباب، يعني سوى تغيير شوية لا باس، حالات تذبح بسرعة شوية. فين الصايون اللي نذبحه؟ عن كبشر تحين، في كبشر شكله كبشر، لازم كبشر. بس كويس ما في كلاب تجري عليك، ولا في كلاب مزعجة تخرج جوة الدائرة توقف. خلاص كذا اعتقد نقدر ايش او ابو شباب. ورمى ارك من الجو، لازم نذبح هذا الحين صح؟ والله ان افضل شيء تجيب جرينيد لانشر، انا خلاط كان خطة فاشلة. في واحد، في ثاني هناك شكله ما صايون. كبشر علام عشان تفك الدرع. هذا مرة بعيد عنه. تجد هنا غلق، خلصنا اروح لاخواننا غلق كمان. لا لا كل شوي موت موت موت. اعطانا شيء برايتنج كور، برايتنج ذا كور. نشوف ايش وضعه. I remember sitting in a sea of stars, soaked in meditation. I reached out and chose a tiny gleam of light that ruptured and bled. It burned away each atom of my being as the light. لا صح انا عندي برسكوتشينج ا تريل انتو ماي. طيب انا قصني one fate set in motion, one that I was certain could not be brought to finality. Each time I traced that line in my mind, attempted to follow its probability to its logical end, it faded. Each time, until now, there are omens I have ignored in my haste to pursue my own agenda. طيب لا بس. في البداية ماني فاهم إيش الموضوع، لكن الآن وضح. هتلعب سندايل عادي، لين ما توصل عند البوس حتواجه دول الثلاثة يتوحدوا ويصيروا واحد. هذا اللي أنا شفته وفهمته، إن شفتهم ثلاثة صاروا واحد. حتى صار كبير، حتى الكبير هذا صار يضرب ارك، يضرب سولر، يضرب فويد، كل شيء. وفي الكبشره تقعد تكبشر عشان تفك الدرع اللي عليه، خلاص. طيب نروح للاوربت ونشوف ايش بقي لنا كمان. هذا الكويست. طيب اباك تجمع أوربو فلايت، يقول لك انفيوز ذا كور باي لاندنج جاذرينج أوربو فلايت، يعني يبان أوربو فلايت. فين نروح نجيب أوربو فلايت؟ انمي كتير وتجيب سلاح مضبوط كده. احسن شيء بالنسبة لي الاسكليشن او الالترز، بس يبالي اجيب الريسك رنر لانه هناك يضربوني ارك. ريسك رنر سريع سريع طيح لأربات. أين أنت يا ريسك رانر؟ حتى هنا أجيب معاك إيش؟ كله أجيب الأسلحة ماستر وورك، عشان أنا عني بجيب البتاع ده وبجيب الماتن توب ريسك رانر. بنروح الإسكليشن بروتوكول. خلينا نروح مارس، لو لقينا زحمة دخلنا اللاست سيكتر. خلينا في المنطقة هذه ما فيها بابليك،
بنلعب اسكليشن نشوف. واحد أربعة وعشرين. طيب إيش فيه يبغال أنا؟ يبغاك تحط ويندقو معك. حط ويندقو، ويندقو يلقط أرباط حتى لو سوبرك مليان. هذه برضو فكرة. خلاص كده احنا غلقنا اعتقد هذه الاربعة اللي هنا. لا لا تختفي تختفي. غلقنا خلاص. نذبح البوس ده. امزح امزح انا مرة ترى كثير. تخيل شو ايش يبغى؟ زي ما قلت لكم جيب الويندقو. عارفين الويندقو طبعا؟ ما تعرفوا خليني اجيبك اوريكم. هو جرينيد لانشر هذا اللي يشيل اوربات، او انك تحط اي مود يقول لك شيل اورب يسوي لك شغله. عارفين هذا؟ الحين بس اوريكم اسلحه واوريكم ايش كم ممكن تاخذ. في الاسلحه تروح للهيفي جرينيد الويندقو هذا هو. في برضو كمان لو حاب ما عندك السلاح تجي هنا تركب هذه المودات اللي هنا اللي يقول لك تشيل مثلا اورب من الارض يرجع لك الشيلد، يشحن لك الكلاس ابيليتي حقتك. عارف هذه الاشياء دي ركبها هذه على طول حتى لو سوبرك مليان يقدر ديكتر تاخذ من الارض. افضل هذا انا كمان لو عندك كلوك ولا مارك ولا بوند حط المود هذا فويد يكون. هذا الحين بنشوف ايش بقي لنا في الكوست. يقول لك انسرت لايتنج في التاور بس بنروح على التاور. اعتقد الان نقدر نتبرع بالخمسة آلاف دي. خلينا نشوف الجهاز هذا ايش يسوي الان. خلينا نقرا. طيب يقول لك كل ما طورت الأجهزة اللي في الكواكب أسبوعيا حيعطوا لك زي كده كمية.
مبلغ. أنا عندي كم؟ عندي 510، 5010، عشان كذا يمكن أعطوني 5010 في أسبوعين. طيب أنا بقول لكم في جليتش هنا، شايف هذه القطعة؟ هذه تقدر يوميا تجي تاخذها على كل الشخصيات، بس كيف؟ هي مدينك ايش يقول لك تاخذ 6 كل اسبوع، انت تعال كل يوم خذ 5 عشان لا تتلخبط، خذ 4 عشان لو غلطت واخذت السادس تتلخبط، حاول انك تكون يا دقيق وتعرف بالضبط كم، او انك تاخذ يعني لو انت من النوع اللي زي كذا ما يدقق كثير، خذ 4 على كل الشخصيات، تقعد معك كل يوم تجي تاخذ 4. هذه ايش حكايتها؟ بتزيد لك الفرصة ان تطيح لك القطع هذه الفراكتلين ولا فراكتلاين ولا شيء زي كده مسمينه، هاي تطيح لك اكثر في الفعاليات لما تفاعل القطع دي. طيب خلينا الان نتبرع كم دونات، المفروض نحن نتبرع ب5000. ثاني شيء المفروض انه الان تحين كمان ايش الفريمات هذه اللي هنا هيسوي لي 25%، يعني لو غلقت 5 لو تبرعت ب100 5 مرات اعتقد ايش حيسوي لي حلاقيها جاهزه خلاص، يعني خلصت دي. انا بصراحه بفرم حاليا على الشوتجن، خلينا ناخذ لنا شوتجن قبل لا نتبرع. حصل على شيء؟ الرابع واحد. انا عندي كم؟ 12000. اثنين، ثلاث، اعتقد 4 مو 5، 25 4. شايف كل الباونتيات غلقت صح؟ طيب الباونتيات من حتفكها حدي لك اكس بي كمان، يعني تقعد تفرم على اكس بي بشكل مو طبيعي، خصوصا انك لو تبي سلاح معين. شوف عندي اداني كمان الحين البونس ارتفاكت عندك يقعد يلف، فهذه خليني انا اقعد اسويها مع نفسي. فانت ايش حاول انك تاخذ باونتيات الاسلحه اللي انت تبغاها، بعد كده تبرع 4 وفكها وخذ ثاني مره 4، خذ ثاني مره الفريمات قد ما تقدر، بعد كده روح اتبرع ب 400 وهكذا. هي كل مره 100 تحبه صح نتبرع، فتتبرع ب 400، فلا تتبرع مره واحده، حاول انك تكسب اكس بي قدر الامكان. خلينا نشوف الكوست ايش صار فيه، ايش يبغى لنا نسوي كمان. ريبورت اوسايرس، يبقى نروح لاوسايرس. حاليا وسارس نشوف ايش عنده. Sagira asked me to thank you for cleaning up another of my messes. Obviously I don't see it that way. All that happened with the sundial was necessary to achieve this outcome, including the return of Saint 14. What you've achieved here on Mercury, I'm only beginning to believe. The future I saw in the infinite forest when all this began, the subatomic annihilation of this reality, perhaps you've prevented it. I pray that you have, because no hero or weapon could defeat that emptiness. Go. Run your strike missions, your crucible training. Live your life. ثاني يعني يقول لك سقيرة، سقيرة اللي هي الجوست حقه، بتشكرنا ان احنا ايش نظفنا او انهينا الفوضى اللي هو سواها وسارس، ولكن هو يقول لك انا ما بشوف بالطريقة هذه، بالعكس يعني يقول لك السندايل هذا والشيء التايم لاين اللي هو سواه يعني كان لمصلحته لمصلحتنا، ومن ضمنه ان احنا جبنا كمان سيت 14. يقول لك الان يعني ما اللي سويته انت ما يسوي لا سلاح ولا اي شخص، فيعني يمدحنا وهذا شيء كويس. اعتقد كده نحن خلاص انتهينا. ايش الريبير؟ اعتقد كده خلاص
خلاص كذا احنا غلقنا الكوست، كل علينا الان ان احنا نتبرع عشان نغلق ال 5000 هذه الدونيشن اللي هنحطها، وناخذ الامبلم وناخذ كمان ال اللهم صل على سيدنا محمد الشيدر وال والترايمف. طيب انا حقعد اتبرع واخلص الاشياء كذا واوريكم ايش النتيجه تطلع.